بمشاركة واسعة من أندية محافظة بابل، نظم الاتحاد الفرعي للقوى البدنية في المحافظة بطولة البنج بريس لفئتي الشباب والناشئين، تمهيدا للمشاركة في بطولة العراق والتي ستقام في محافظة كركوك. يقيم الاتحاد الفرعي بالقوى البدنية بالتعاون مع ممثلية اللجنة الأولمبية في بابل بطولة البنج بريس لفئتي الناشئين والشباب والمتقدمين، وذلك للمشاركة في بطولة العراق التي ستقام في محافظة كركوك. ومن خلال هذه البطولة يعني ظهرت كفاءات واعدة يعني من الناشئين والمتقدمين التي ستمثل البلاد إن شاء الله في القريب العاجل. التصفيات التي يخوضها أكثر من 40 مشاركاً وستة أندية شهدت تحقيق مراكز متقدمة وحصد ميداليات ذهبية لعدد من اللاعبين الذين كشفوا عن طموحهم تمثيل المنتخب الوطني العراقي في البطولات الدولية القادمة. أحرزت المركز الأول في بطولة منتخبات بابل المرشحة لبطولة منتخبات العراق، وأحرزت المركز الأول في وزن 66، وإن شاء الله نمثل العراق المستحقات الدولية. اليوم بطولة محافظة بابل قد حققت المركز الأول على فئة الناشئين لوزن 115. الحمد لله والشكر، تمت بطولة محافظة بابل للبنج بريس، شاركت بها والحصول على المركز الثاني لوزن 66، وإن شاء الله نطمح للبطولة الخارجية وتمثيل هذا البلد. طاقات شبابية واعدة تعلن قدرتها على خوض منافسات هامة في وقت يتوجب على الجهات الحكومية ذات العلاقة اكتشاف تلك المواهب ورعايتها دعما لشريحة الشباب ولخلق جيل رياضي واعد. من محافظة بابل، محتز العبودي، زاكروس تيفي.